تحت رعاية وزير العمل علي الغزاوي وبالتعاون مع جمعية إنقاذ الطفل، نظمت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية حفل افتتاح ملتقى الكفاءات والوظائف الأول في الشرق عمان. احنا هذا اليوم حقيقة هو يعني يوم وطني بالفعل، يتزامن مع يوم العالمي للعمال، نحتفل بهم. ويقام هذا الملتقى ملتقى الكفاءات والوظائف لاحتياج القطاع الصناعي لشواغر عديدة، وتم جمع عدد ما يزيد عن 80 شركة في مكان واحد ضمن هذا المشهد الرائع اليوم بحضور كافة الفعاليات وشركائنا الذين كانوا معنا في إنجاح هذه الفعالية لاستقبال أبنائنا وبناتنا في شرق عمان، منطقة ممتدة كبيرة فيها أعداد كبيرة. نفتح المجال لهم ليقوموا بالالتقاء مع مدراء الشركات، مدراء التوظيف في هذه الشركات للتعرف على الفرص الوظيفية الموجودة. هاي فرص حقيقية في القطاع الصناعي، ما في شركة إلا بحاجة لعدد من الوظائف، فنحن نستقبلهم اليوم، نستقبلهم غدا كمان يوم الأحد موجودين ليكونوا في مقابلة كل هذه الشركات في مكان واحد. وهذه الفعالية تمت برعاية معالي وزير العمل وحضور كافة الإخوة، حقيقة يعني إسهاما منا في تشغيل الإخوة الشباب والشابات أبناء مجتمعنا، وأيضا احتياج القطاع الصناعي الماسة للعمالة. حقيقة هذا المعرض أقيم يعني بإعداد بتنظيم مع بين جمعية مستثمري شرق عمان ومنظمة إنقاذ الطفل. بيضم هذا المعرض تقريبا 70 شركة صناعية موجودة في منطقة شرق عمان، سواء كان سحاب، المقابلين، أبو علندا، ماركة. الحمد لله في عدد شواغر كبير، ما يقارب 500 شاغر الآن الحمد لله. الآن احنا شغالين على التشبيك بين الشباب الباحثين عن العمل والوظائف الموجودة. الحقيقة في إقبال كبير الحمد لله باليوم الأول، كان بافتتاح برعاية وزير العمل. عدد من الشركات يعني تفاعلت حقيقة وتفاجأت من العدد الرائع اللي حضر، وإن شاء الله نحاول نسد الشواغر هذه الموجودة هنا. وإحنا نتمنى إن شاء الله إنه هذا يعني المعرض هو جزء من كثير من الفعاليات اللي بتعملها الجمعية في المساعدة في حل مشكلة البطالة اللي موجودة عند الشباب الأردني. ويهدف الملتقى لاستقطاب الموارد البشرية لدى الشركة الصناعية في العديد من القطاعات، حيث تم تخصيص جناح منفصل لأكثر من 70 شركة لاستقبال طالبي الوظائف. هلا احنا الهدف تاعنا اللي هو تخفيف البطالة في الأردن وتشبيك العمالة الأردنية مع سوق العمل. طبعا هاي الشغلة احنا بتتم عندنا في المكتب تاعنا على عدة مراحل. أول مرحلة هي تقديم الطلب، بيقدم بيجي عندنا الباحث بنستقبله، بقدم طلب الباحث عن العمل عندنا، بعدين بنتقل لعند اللي هو الإرشاد الوظيفي، بنعمل له إرشاد وظيفي، بنشوف شو ميوله، شو بيقدر يشتغل، شو خبراته. بعد هيك في عندنا قسم اللي هو قسم الماركتينج، هذا القسم بس مخصص إنه يستقطب لنا الشواغر الموجودة بسوق العمل بالقطاع الصناعي في الأردن. اشتركنا بهذا المعرض لأن احنا بحاجة لعمالة، عمالة ماهرة مختصة بالقسم تبعنا اللي هو الأحذية والخياطين والألبسة والشغلات زي هيك محتاجين. فكان مشاركتنا أكيد فعالة، الإقبال عليه مبدئيا كان كتير جيد، بس احنا بحاجة أيضا للعمالة، إن شاء الله إنه توصلنا للعمالة المتدربة لأنه ما في حدا تدريب. فهذا بوصل انه لازم تكون مؤسسة التدريب المهني وهدول يشغلوا العمالة، يكونوا مختصين يعني يشغلوا العمالة ما هي بحاجة الى السوق. هذا المشروع اسمه ليدرز، بيستهدف المجتمعات المحلية وخريجين معاهد التدريب المهني. في هذا المشروع عم نأهل هدول الشباب في المجتمعات المحلية ومعاهد التدريب المهني حتى نأهلهم لسوق العمل. هذا رابع معرض وظيفي بنكون عم نعمله بالتعاون مع جمعية مستثمرين شرق عمان. صراحة من أنجح المعارض اللي عملناها لأنه عدد الحضور جدا رائع، والشركات اللي موجودة أكثر من 70 شركة والوظائف أكثر من 3000 وظيفة. حياك الله. كيف اليوم كان؟ ما شاء الله. ويستمر الملتقى على مدار يومين لتوفير فرص عمل حقيقية لطالبيها وتعريفهم بالفرص الوظيفية ومن ثم تهيئتهم وتدريبهم.